احنا في الفيديو اللي فات قلنا على حاجة مهمة جدا 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 يتميز بيها السنترال 100 دي ومش موجودة غير فيه، انه في كارت دي ال سي 4 بورت بلت ان على السي بي يو. ايه ميزة الكارت ده؟ زي ما احنا شايفين احنا نقدر نوصل عليه على كل بورت منهم عدتين ديجيتال، دي 101 ودي متاخدة دي اكس دي بي لو واخدة رقم 301. وشفنا لو احنا نقلناهم هنا هياخد الأرقام اللي هي ابتداء من 103 وهكذا، لأن هنا في 101 و102 لأن نفس الجاك واخد منه كل بير على روزيتا، هنا هيديني الجزء التاني اللي هو 102 وبالظبط 302 على الديجيتال اكسترا ديفايس بورت. وقلنا حاجة مهمة جدا ان احنا طبعا توصيل العدة الديجيتال على روزيتا لازم يبقى على 1 و4 مش 2 و3 دايما، فسواء البير جاي من 1 و4 ومن 2 و3 لازم في النهاية يوصل على العدة على الطرف اللي هو 1 و4. وقلنا الديجيتال اكسترا ديفايس بورت بتتاخد من العدة الديجيتال من المخرج التاني. وقلنا حاجة مهمة جدا جدا ان الاربع مخارج دول انا ممكن استخدم واحد منهم للتليفونات الديجيتال والتاني اقدر احط عليه 2 ديكت ستيشن. الديكت ستيشن اللي عاملة زي الاكسس بوينت كده بتعمل رينج ل 50 متر مربع دائري، ممكن اعرف 128 وايرلس ديكت فون على الاكسس بوينت دي او على 2 اكسس بوينت او 4 اكسس بوينت. لو انا خدت طبعا الاربعة بورت ممكن احط 4 ديكت ستيشن، باناسونيك ديكت ستيشن او باناسونيك اكسس بوينت ستيشن. فالسنترال بشكله كده من غير ما احط عليه اي حاجة انا اقدر احط عليه 8 تليفونات ديجيتال او 4 تليفونات ديجيتال و 128 تليفون لاسلكي، او استخدم الكروت العادية عشان أوصل خطوط على السنترال. أنا ممكن أحط هنا 128 تليفون لاسلكي من خلال الديكت ستيشن بلس 128 عدة عادية، يبقى أنا وصلت السنترال بتاعي ل 256 خط داخلي.